خير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. النهارده هيبقى عندنا فقرات كتيره جدا ومتنوعه وكلها لها علاقه بالابداع بشكل او باخر. اول فقره عندنا الغير طبعا التعليق اللي بنعلقه على الاحداث المهمه اللي لها علاقه بالابداع. هيبقى عندنا فقره مهمه جدا عن ملوك الاكسسوار في السينما. احنا مهتمين شويه في البرنامج ان احنا نقول لكم ان السينما او اي فن هو مش مجرد الناس الممثل اللي بيقدمه او حتى المخرج او حتى المؤلف، لكن في عناصر هي بتعمل صناعات سينما مصريه. وعداء على فكره هذا هو الفرق بين ان تكون دوله تملك صناعه زي مصر كده ودوله تملك امكانات لكنها ما تعرفش تعمل صناعه سينما زي كثير من البلدان زي دبي وزي كده. عملوا استوديوهات بس ما فيش صناعه سينما. الصناعه يعني العامل اللي بيشتغل اللي بيتوارث ده عن الاب عن الابن وهكذا. فاحنا عندنا النهارده ناس مهمين جدا جدا اللي هم بيعملوا الاكسسوار بتاع السينما. يعني حضرتك لما بتتفرج على مشهد وتشوف اوضه نوم الملك فاروق مثلا، يعني كل ده اكسسوار بيملكه صاحب اللي بيشتغل الاكسسوار الفيلم. السيرين اللي انت شايفه ده بينزل يشتريه منين ويجيبه منين وعنده استعداد يبيع عربيته عشان يشتري سرير معين. احنا معانا النهارده اربعه. الملك بتاعهم طبعا لازم نقول ملك الاكسسوار عباس صابر، وهيبقى معانا جمال عجمي او الشهير بدودو وعدنان شريف خير الله، ومعانا محمد محمود خليفه الشهير بميمي. دول هيبقوا معانا. بعد كده عندنا شكل اخر من اشكال الابداع، ناس حست ان زي ما احنا هنا مهتمين ان احنا نجيب مطربين جداد واولاد بيخترعوا حاجات، هم عملوا حاجات موازيه لوزاره الثقافه. يعني عملوا مراكز ابداعيه زي ساقيه الصاوي، اكثرهم شهره طبعا، لكن في مراكز اخرى اهتمت بان هي تدي فرصه لمبدعين بكافه الاشكال والانماط، فيصبح عندنا بقع ضوء ثقافيه مهتمين جدا ان احنا نعرفها ونهتم بالناس اللي عملوها وندعوهم عندنا هنا، لان ده بصراحه يعني عاملين البرنامج عشان كده. فاحنا هيبقى معانا النهارده ياسر احمد كمال، ده مؤسس مركز روابط، وهيبقى معانا زكريا ابراهيم صاحب فكره وانشاء مركز المصطبه للحفاظ على التراث الموسيقي المصري، ومعانا محمد عيسى مدير مركز بيت الرصيف، ومعايا سميه عامر مديره جمعيه صحارى احدى مؤسسات الفن ميدان. ختام كل ده بقى انا هقدم لكم مطرب جميل جدا ورائع جدا اسمه احمد جمال، والناس اختلطت عليها الامر لان في شاب تاني كان في ستار اكاديمي اسمه احمد جمال، لكن ده احمد جمال ده حد مصري صوت رائع وجميل وشجي هتتبسطوا منه جدا. وهو للاسف يعني للاسف من حال بلد خلت مطرب فنان زي ده ساب مصر وعاش في امريكا، لكن طول الوقت بيشدوا الحنين لمصر فبيجي بين الحين والاخر. هتسمعوا صوت جميل جدا جدا النهارده، انا اعرفه من زمان ويشرفني انه يبقى معايا. بعد الفاصل ده اللي هنستنى فيه اتصالاتكم التليفونيه وتويتر وفيسبوك والحاجات اللي احنا بنتواصل فيها مع بعض، هيبقى معايا لقاء مع استاذ محمد عدوي نائب رئيس تحرير اخبار النجوم، يعلق معايا على الاحداث والاخبار اللي احنا عاملها لكم. فاصل استنانا ما تستناناش، انت حر.